أجنحة الدجاج المشوية في الفرن أسرع وصفة تقدري توجديها في شهر رمضان الكريم. تجي بنينة والنكهة تاع التوابل اللي حطيت فيها تزيدها بنة على بنة، تجي مقرمشة ومعسلة من برا ومن الداخل، تجي تدوب في الفم. فبقاو معايا شاهدوا الفيديو، ضغطونا على زر لايك، شاركوا في القناة، بارطاجوا باش تعمل فايدة على الجميع. بسم الله نبدأ الصوت. طريقة التحضير: بعد ما غسلت أجنحة الدجاج بالملح والخل والفرينة وشوية تاع ماء، صفيتهم وزدت لهم علبة تاع ياغورت طبيعي، ملعقة صغيرة تاع ملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، نصف ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ربع ملعقة صغيرة من القرفة، وثلاث ملاعق صغار من زيت الزيتون. نزيد ملعقة صغيرة من الموتارد أي الخردل، عصرة تاع ليمون، ملعقة صغيرة من الطماطم المصبرة، ملعقة كبيرة خل، قليل من الزعتر البري، نخلط المكونات جيدا. نزيد ملعقة صغيرة من الثوم بودرة أو ثوم يكون فص تقطعي قطع صغيرة، قليل من الماء فقط حوالي 4 مغارف كبار تاع ماء. نغطوا الخليط ونخلوه في الثلاجة لمدة ساعة ساعتين، وتقدري تخلي حتى 5 ساعات في الثلاجة. أنا خليتها حوالي نصف ساعة فقط وعطتني نتيجة ولا أروع. بعد ذلك تشعلي الفرن يسخن جيدا وتحطي هذا الأجنحة الدجاج على البلا. بعد ما تكوني دهنتي بشوية زبدة أو سمن، تغطيه بالورق الطهي لمدة ربع ساعة فقط. من بعد تقلعيه، تنقصي للفرن شوية وتخليه يتجمر ويطيب على خاطره. يدي لك الوقت حوالي نصف ساعة ويكون وجد معاك، وهذه هي النتيجة. يعني تقدري من بعد تقلبيه على الجهاز الزوجة باش يتحمر من كلتها الجوانب. هادو التوابل وهاد الخلطة اللي درتها ننصحك باش تشربيها، لانه تعطي لك ذوق ولا اروع في الدجاج تاعك ولا الاجنحة الدجاج. جربوا الوصفة وردوا عليها في التعليقات كما عودتوني دايما. وصلنا لهذا الفيديو، ان شاء الله يكون خفيف ظرف على قلوبكم. لايك واشتراك للفيديو وبارطاجو باش تعمل فايدة على الجميع. تهلاو في رواحكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.